عندما تفكر في التعليم، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ هل هذا هو مستقبل التعليم؟ بالطبع لا. نريد من التعليم أن يتوافق مع متطلبات العصر. إن التقدم الحاصل في التكنولوجيا وما أحدثه من انفجار معرفي وثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب ظاهرة العولمة قام بدور أساسي في التوجه نحو ما يسمى باقتصاد المعرفة، وأصبح هناك حاجة إلى إحداث تحول حقيقي في النظام التعليمي في جوانبه المختلفة. التعليم التقليدي، معلم وفصل وطالب، لقاء مباشر في الوقت نفسه والمكان نفسه مع الوسائل التقليدية مع كتب دراسية. هذا جميل، ولكن هل هو الأفضل؟ التعلم الإلكتروني، وهو تعلم عبر الإنترنت بشكل متزامن أو غير متزامن، يعتمد نجاحه بشكل كبير على جودة تصميم التعليم مع صعوبة في التواصل بين المعلم والمتعلم. نموذجان مختلفان لكن يمكن دمجهما. التعلم المدمج يجمع بين أفضل ميزات التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي لتشكيل نموذج تعليمي قادر على دعم التحول إلى اقتصاد المعرفة من خلال تمكين المتعلمين بالمهارات وتطبيق استراتيجيات التعلم والنهج التربوية الحديثة. في العالم الانفتاح متسارع على التعليم المدمج، ففي دراسة شملت 36 مؤسسة تعليم عال أوروبية، 91 من هذه المؤسسات اعتمدت على نظام التعلم المدمج، وفي دراسة أخرى 43 من القيادات الأكاديمية في الولايات المتحدة ترى أن برامج التعليم المدمج تقدم وعوداً لمستقبل التعليم تتفوق على تلك التي يمكن أن تقدمها برامج التعلم عن بعد. وفي الطريق هناك تحديات كنقص الخبرة الكافية لدى بعض الطلاب أو المتدربين في التعامل مع التكنولوجيا، ونقص في الأطر والكوادر المؤهلة لهذا النوع من التعلم. التعليم المدمج الطريق إلى اقتصاد المعرفة.